Minasan, konnichiwa. GCC no Wi-Am desu. O genki desu ka? Kyou wa bonpou ju wo benkyou shimashou. Lyoum ghanqraw akhir dars tiel grammaire li adna fil level 1 w li fih jouj diel l'af'al. Ghanqrawhom fil masfourm kima l'ada li huma arimas ou imas. W ghanqraw hatta li partikul li kimshiou ma had l'af'al li huma ka ou ni. Imas ou arimas huma af'al kidlou ala l'wujoud ou ala l'kinouna, l'existence. Donc ashna huwa l'farq binathom? الفرق بيناتهم هو ان اريماس كنستعملوه الا بغينا نهضروا على جماد شي حاجه اللي ما كتحركش بوحدها ولا اللي ما عندهاش قلب، مثلا كرسي ستيلو ولا شي نبته. ايماس كنستعملوها الا بغينا نهضروا على الناس ولا الحيوانات، يعني كائنات اللي عندها قلب واللي تقدر تتحرك بوحدها، مثلا انسان كما قلنا ولا دبانه ولا مش. البارتيكول ديال السوجي مع الافعال اريماس و ايماس هي غا ماشي وا. اذا ابسط ستركتور نقدروا نديرو هي فاعل زائد البارتيكول كا زائد اريماس بالنسبه للجماد والنباتات، والفاعل زائد البارتيكول كا زائد ايماس بالنسبه للانسان والحيوانات. مثلا تسكوي غا اريماس، تسكوي هو مكتب ولا بيرو، غا بارتيكول ديال الفاعل و أريماس. هنا استعملنا أريماس و ماشي إيماس حيت سكوي جماد. كي غا أريماس، كي هي شجرة، غا البارتيكول ديال السوجي و أريماس هنا استعملنا أريماس حيت كي نبتة. أوتوكونوكو غا إيماس، أوتوكونوكو هي دري صغير، غا البارتيكول ديال السوجي و إيماس هنا استعملنا إيماس حيت أوتوكونوكو إنسان، منقدروش نقولو أوتوكونوكو غا أريماس، سنقولو أوتوكونوكو غا إيماس. مثال آخر نيكو غا إيماس، نيكو حيت حيوان نستعملو معاه إيماس. الأفعال أريماس و إيماس في المصفوم إذا غيتصرفو بحالو بحال الأفعال اللي كنا درنا في الحصص الفايتين. إذا في البريزون أفيرماتيف غيكون عندنا أريماس إيماس، في البريزون نيجاتيف أريماسين إيماسين، في الباسي أفيرماتيف أريماشتا إيماشتا، passé négatif arimasen deshita imasen deshita. لحد الان شفنا بلي ايماس و اريماس كيدلو على الوجود ولا ليكزيستونس. اريماس كنستعملوها مع الجماد والنباتات، و ايماس كنستعملوها مع الناس والحيوانات. السوجي ديال هاد الافعال كنستعملو معاه البارتيكول كا، اذا مع اريماس غنقولو مثلا هونغا اريماس، يعني راه كاين كتاب. باسوكونغا اريماس، هاناغا اريماس. ومع إيماس نقدر نقوله إينوغا إيماس، غاكسيغا إيماس، واتاشيغا إيماس. إلا بغينا نقوله كينا تلفازة هنقوله تيريبيغا أريماس، ولكن فين كينا هاد التلفازة؟ إلا بغينا نقوله بلي راه التلفازة كينا في الدار غنستعملو البارتيكول ني، وغنقولو أوتشي ني تيريبيغا أريماس. إذا ستركتور كتكون البلاصة زائد البارتيكول ني عاد الفاعل عاد البارتيكول غا ديال الفاعل عاد الافعال ايماس بالنسبه للناس ولا الحيوانات ولا اريماس بالنسبه للجماد والنباتات. اذا الافعال ايماس واريماس ما كنستعملوش معاهم البارتيكول اي ولا دي، كنستعملو معاهم ني. ني كنستعملوها باش ندلو على مكان الوجود. نشوفو دابا شي امثله. المثال الاول هي يعني سكويغا اريماس، هي البيت ولا الغرفة، ني البارتيكول ديال البلاصة، تسكوي هي بيرو، غا البارتيكول ديال الفاعل و أريماس. يعني هي ني تسكوي غا أريماس كتعني بلي راه كاين بيرو في البيت. مثال تاني كوين ني كي غا أريماس، كوين هو المتنزه، ني البارتيكول ديال مكان الوجود، كي هي شجرة وهي الفاعل، غا البارتيكول ديال الفاعل و أريماس. أريماس استعملناه مع سكوي ومع كي حيت سكوي جماد وكي نبتة. مثال ثالث كيوشيتسو ني سينسي غا إيماس، كيوشيتسو هو القسم، ني البارتيكول ديال مكان الوجود، سينسي هي الأستاذ ولا الأستاذة، غا البارتيكول ديال الفاعل و إيماس. إيماس استعملناها حيت سينسي شخص. كيتشين ني نيكو غا إيماس، كيتشين هي الكوزينة جاية من كيتشن وكتكتب بالكاتاكانا، ني هي البارتيكول ديال البلاصة، نيكو هي مش، غا البارتيكول ديال الفاعل و إيماس. استعملنا إيماس حيت نيكو حيوان، إذا كيتشين ني نيكو غا إيماس يعني راه كاين مش في الكوزينة.
دابا الا بغينا نسولو على شكون ولا اش كاين في شي بلاصه، كنستعملو داري للاشخاص بوحدهم، وكنستعملو ناني لكاع داكشي الاخر، يعني الحيوانات والنباتات والجماد، حيت ما نقدروش نقولو داري للحيوان، كنستعملو داري غير للناس. اذا الا كنا غنديرو كومبينيزون بين داري وناني وإيماس وأريماس، غيكون هذا ثلاثة ديال الأسئلة. داري غا إيماسكا للأشخاص فقط، ناني غا إيماسكا للحيوانات فقط، وناني غا أريماسكا للجماد والنباتات. داري حيت نقدروا نستعملوها غير الأشخاص، ومع الأشخاص كنستعملوا الفعل إيماس، إذا داري غا إيماسكا. ناني غا إيماسكا حيت الحيوانات كنستعملو معاهم ناني، ما نقدرش نديرو معاهم داري، ولكن كنستعملو معاهم ايماس حيت هما كائنات حية كيتحركوا بوحدهم وعندهم قلب، اذا غنستعملو معاهم ايماس، اذا نانيكا ايماسكا. وبالنسبة للجماد والنباتات كنستعملو ناني واريماس، اذا نانيكا اريماسكا. فاش كنزيدو البلاصة كتولي ستركتور، البلاصة مكان الوجود زائد البارتيكول ني زائد اما داري ولا ناني زائد غا البارتيكول ديال السوجي زائد اما ايماس ولا اريماس و كا البارتيكول ديال السؤال. اذا الا كنسولو على الاشخاص، ناخذ مثلا البلاصه هي يعني البيت. الا كنسولو على الاشخاص غنقولو هي ني داري غا ايماسكا. الا كنسولو على الحيوانات غنقولو هي ني ناني غا ايماسكا. ولا كنا كنسولو على الجماد ولا النباتات غنقولو هي ني ناني غا اريماسكا. نشوفوا امثله. المثال الاول كاغيشيتسوني داري غا ايماسكا. كاغيشيتسو هي قاعه الاجتماعات، ني البارتيكول ديال البلاصه، داري كنسولو بها على الشخص، اذا غيكون عندنا الفعل ايماس حيت كنسولو على شخص. اذا في الجواب خصنا نجاوبو بشخص. كاغيشيتسوني خاولا سان غا ايماس. خاولا سان كاينه في قاعه الاجتماعات. هي ني ناني غا ايماسكا. هنا عندنا ناني، اذا كنسولو اما على حيوان ولا على نبات ولا جماد، ولكن عندنا ايماس، اذا كنسولو على حيوان. هي نيناني غا ايماسكا، اذا غير خصنا نجاوبو بحيوان. هي ني اينوغا ايماس. مثال ثالث اتشيني ناني غا اريماسكا. هنا عندنا ناني وعندنا اريماس، اذا كنسولو على جماد، يعني اشنو كاين في الدار. اذا نقدروا نجاوبو اتشيني جيتان شاكا اريماس. إلا بغينا نقولو ما كاين حتى حد، كنستعملو داريمو. مثلا كيوشيتسوني داريمو ايماسان، داريمو ما كنديروش موراها غا. وإلا بغينا نقولو ما كاين حتى حاجه، كنستعملو نانيمو. مثلا هياني نانيمو ايماسان بالنسبه للحيوانات، وهياني نانيمو اريماسان بالنسبه للجماد والنباتات، ونانيمو حتى هي ما كنستعملوش معاها غا. شفنا كيفاش نسولو على شكون ولا اش كاين في شي بلاصه. دابا الا بغينا نسولو على البلاصه فاش كاين شي حد ولا فاش كاينه شي حاجه، البلاصه ديما كنسولو عليها دوكو، وحيت هاد البلاصه مستعملينها مع الافعال ايماس ولا اريماس، مورا دوكو غنديرو البارتيكول ني. اذا ستركتور غتكون دوكو عاد البارتيكول ني عاد الفاعل عاد البارتيكول كا عاد ايماس ولا اريماس و عاد البارتيكول كا ديال السؤال. مثلا دوكو ني باسو كونغا اريماس كا، يعني فين كاين البيسي. هنا نقدروا نجاوبو هياني باسو كونغا اريماس، يعني راه البيسي كاين في البيت. مثلا دوكوني سينسي غا ايماسكا، فين كاينه سينسي. ولا دوكوني نيكو غا ايماسكا، فين كاين المش. نشوفوا دابا كيفاش نسولو yes or no questions وكيفاش نجاوبو عليهم. باش نسولو كناخدو الجمله كما هي، وكنزيدو عليها البارتيكول كا ديال السؤال في الاخر. ستركتور كتكون البلاصه عاد البارتيكول ني عاد السوجي عاد البارتيكول كا عاد الفيرب اريماس ولا ايماس ومن بعد البارتيكول كا. مثلا كيوشيتسوني سينسي كا ايماس كا. باش نجاوبو على هذا السؤال، عاده ما كنعاودوش الجمله كامله، كنجاوبو اما ب هاي اريماس ولا ايماس ولا ايي اريماسن ولا ايماسن. مثلا الا بغيت نجاوب على كيوشيتسوني سينسي كا ايماس كا غنقول هاي إيماس ولا إيه إيماسان. هذه الطريقة هي الأكثر استعمالا في الجواب، ولكن نقدروا نجاوبوا حتى بذكر الفاعل. ستركتور كتكون
هاي بعد الفاعل بعد كا بعد إيماس ولا أريماس ولا يي الفاعل هنا بارتيكول نقدروا نديروا إيماغا ولا و عاد الفعل، ولكن من الأحسن أننا نستعملو و. إذا إلا جاوبنا ب هاي كنستعملو غا، ولكن إلا جاوبنا ب إيه نقدروا نستعملو إما غا ولا و، ولكن من الأحسن نستعملو و. مثال كويني هانا غا أريماس كا، هاي هانا غا أريماس، إيه هانا و أريماسن. ده أنا سولت واش كاينة وردة في المتنزه، جاوبت بأه راه كاينة، كاينة الوردة، ولا لا راه مكيناش الوردة. من نسان هاد الحصة شفنا فيها جوج الأفعال اللي هما أريماس و إيماس، بجوجهم كيدلو على الوجود ولا ليكزيستونس. أريماس كنستعملوها للجماد ولا النبات، و إيماس كنستعملوها للإنسان ولا الحيوان. الفاعل مع هاد الأفعال كنستعملو معاه البارتيكول غا، والبلاصة مع هاد الأفعال كنستعملو معاهم البارتيكول ني. شفنا كيفاش نسولو على سوجي ديال هاد الأفعال بداري إلا كان شخص، أوناني إلا كان حيوان ولا جماد. شفنا كيفاش نسولو على البلاصة فاش كاين السوجي بدوكوني، وشفنا كيفاش نسولو ونجاوبو على yes or no questions. دابا غندوزو لرينشو. الفوكابولير الجديد اللي غتلقاو في هاد التمارين هو نيوا اللي هي الجردة، دوبوتوين اللي هي حديقة الحيوانات، وكا اللي هي شنيولا. كاينين جوج ديال السلايدز فيهم اسئله، ديروا بوز حتى تجاوبوا فاش تسالي، وكملوا الفيديو باش نصحو. غامباتي كودا ساي. السؤال الاول فيه هي يعني داريكا فراغ وكا. هنا حيت عندنا داري، اذا راه كنسولو على كنهضروا على شخص، اذا ضروري خصنا نديروا الفعل هاي ايماس. هي يعني داريكا ايماسكا. فجاوب لنا شونسان. شونسان هو الفاعل ديال الفعل إيماس، إذا مورا خصنا نديرو بارتيكول غا. شونسان غا إيماس. سؤال تاني هي يعني ناني غا إيماس كا. هنا عندنا ناني و إيماس، إذا راه كنهضرو على حيوان. أصلا عندنا بين معقوفتين كات، إذا غنجاوبو نيكو. نيكو غا إيماس. سؤال تالت نيواني فراغ وكا. نيوا هي جردة. في الجواب عندنا داريمو إيماسين، يعني ما كاين حتى حد، واستعملنا داري واستعملنا إيماسين، إذا راه كنهضرو على شخص، إذا غنقولو نيواني داريكا إيماسكا، داريمو إيماسين. السؤال الرابع دايكاكو فراغ، داريكا فراغ وكا. دايكاكو بلاصة، إذا غنديرو موراها البارتيكو ني. دايكا كوني داريكا، عندنا داري اذا كنهضروا على شخص، اذا غنستعملوا الفعل ايماس. دايكا كوني داريكا ايماسكا. سؤال خمس نيواني فراغ غا فراغ اوكا، وفي الجواب عندنا بايكو غا، اذا كنهضروا على جماد، اذا غنستعملوا ناني او اريماس. نيواني ناني غا اريماسكا، بايكو غا اريماس. سؤال اخر دوبوتسوين نيكا غا فراغ وكا. دوبوتسوين هي حديقة الحيوانات، هنا عندنا كا اللي هي شنيولا، اذا غنديرو معاها ايماس، حيت هي حشرة كتحرك بوحدها وعندها قلب. دوبوتسوين نيكا غا ايماس كا. في الجواب عندنا ايه، اذا غنجاوبو بالنفي، اذا نقدرو نجاوبو ب ايه ايماسين، ولا ايه دوبوتسوين نيكا وا ايماسين، ولا ايه كوا إيماسن. ميناسان ميتكريتي أريغاتو غوزايماشتا. ديوا ماتاني.